مرحبا، معكم الشيف أحمد. وصفتنا لليوم اللي هي كيف بنعمل المرتديلا بالبيت. في كتير من الناس ما بحبوا ياكلوا مرتديلا معلبة أو يشتروها من السوبر ماركت، نتيجة لاحتوائها على المواد الحافظة وبعض المواد قد تكون مضرة للجسم. فمن هيدي الناحية أنا حبيت أعلمكم اليوم كيف نعمل المرتديلا بوصفة صحية جدا أو مميزة وخالية من أي مواد حافظة. أول شيء منبلش بالمقادير. عنا لحمة مطحونة ناعمة متوسطة الدهن بمقدار 200 جرام. عنا خل الصويا بمقدار معلقة كبيرة، بابريكا بمقدار معلقة متوسطة، كزبرة حب يابسة بمقدار نص معلقة كبيرة. عنا خليط من البهار الأبيض الحب والبهار الأسود الحب مطحونين، نص معلقة صغيرة من كل نوع بهار، يعني نص معلقة صغيرة بهار أبيض مطحون ونص معلقة صغيرة بهار أسود مطحون. عنا زيتون معلقة كبيرة، ثوم حسين، كاجو محمص بمقدار معلقة كبيرة، وعنا زلال بيضة وحدة، وعنا أيضا هون ألمنيوم للف المرتديلا، وعنا ايضا نايلون لكمان لفرجيكم كيف طريقه لفه وخبزه. وعنا على النار ماء فيها قليل من الملح وبصل وورق الغار وجزر، هيدي اللي بنقولها نحن البوكيه غارنيه، اللي هي المواد العطريه اللي بتعطي رائحه للطعام جميله وبتذهب اي رائحه مش حلوه. اوكي، اول شيء بدنا نطحن المقادير مع اللحمه على البلندر. نوضع اللحمه بلندر، بنحط مع بابريكا، الكزبرة، البهار الأسود والأبيض، الثوم، وخل الصويا. بحب أذكر بشغلة أنه أنا ما زدت ملح لأنه خل الصويا يعطينا طعم مالحة، وزلال البيضة. اكيد الزيتون والكاجو ما رح استعملهم هلا لانه رح اخليهم يحافظوا على شكلهم، ما بدي اطحنهم مع الخليط. نحط المحتوى بالبلندر وبنطحن. نطحن ليصيروا مثل عجينة متماسكة وبنرجع لكم. مثل ما شايفين مشاهدينا، طحنت اللحمة بشكل جيد جدا لصارت ملمسها ناعم مثل العجينة. رح زيد فوق الزيتون والكاجو المحمص ورح نخلطها ونرجع بنفرجيكم كيف بنصفها ومنبرمها ومنحطها للطبخ. مثل ما شايفين حطينا عجينة المرتديلا على النايلون اللاصق، رح نحط قليل من المي لأنه المي بيساعد على تكامشها. بيساعد على لصق العجينة ببعضها. نحاول نعمل العجينة بشكل مستطيل ومنلف عليها النايلون اللاصق. اكيد في نقي الحجم اللي انا بحبه، بس انا رح حبذ
هيدا الحجم. نلف عليها النايلون بهذا الشكل وما بنطوي النايلون من تحتها يعني عشان بس نفكها ما يكون النايلون مطبوخ جوا. بنوسع النايلون هيك ومنلف. مثل ما شايفين بنشدها مزبوط. نعملها بهذا الشكل وبنبرمها هيك. من بعد ما نبرمها ونشدها مزبوط بنحطها بورق الألمنيوم. اكيد المي ما حتوصل على قلبها. ونفس الطريقة اللي شدينا فيها كمان نحطها في ورق النايلون. نبرمها كمان جيدا هذا الشكل. نشدها ننتبه ما يتخزق الألمنيوم. يصير عندنا هذا الشكل. نوضعها بالماء اللي قلنا حطيناه في المواد العطرية لا تنضبخ على هيدا المجال. نتركها تقريبا لمدة 35 دقيقة على نار هادية ومن بعد ما تنخبز بالماء بنرفعها على النار وبنتركها لنبرد وبنتركها بالبراد لمدة تقريبا شي 3 ساعات ونرجع بنقدمها. مثل ما شايفين مشاهدينا طبقنا لليوم خلص. من بعد ما رفعنا المرتديلا اللي حطيتها بالمي اللي فيها مواد عطرية حطيتها بالبراد لمدة 3 ساعات عطتنا هيدي النتيجة. مرتديلا لانشون البقر خالي من اي مواد حافظة فيكن تعملوها بالمنزل اليوم. عن جد بشجعكن انو تعملوها صحية ومفيدة. بتمنى هيدي الحلقة تكون نالت اعجابكن وبتمنى انو تشاركوا فيها اصدقائكن وما تنسوا تتابعونا على الرابط اللي بيطلع عندكم على الشاشة. بدي لكم ألف صحتين بوصفات جميلة ولذيذة. إلى حلقة مقبلة. إلى اللقاء.